أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأكارم. في هذه الوقفة نتعرف على معرض تسلسل، هذا المعرض الذي جمع عددا من الفنانين من مختلف المجالات الفنية والإبداعية ليعبروا عن أعمالهم المختلفة ومشاركاتهم بالتسلسل الزمني والمكاني. تفاصيل أوفى حول هذا المعرض مع المصور محمود بن محمد الزجالي. أهلا ومرحبا بك محمود. اهلا وسهلا، مساء الخير. مساك الله بالنور واهلا فيك في برنامج من عمان، ومن خلال هذه الدقائق نرغب بالتعرف اكثر على هذا المعرض والفكره التي ياتي بها. باذن الله ان شاء الله، المعرض هو معرض يستضيف مجموعه من الفنانين العمانيين، يعرض في المعرض مهاراتهم الفنيه في التصوير المفاهيمي. التصوير المفاهيمي هو فن فيه الفنان يقدر انه يظهر فيه افكاره او مشاعره اللي يفكر فيها، والحمد لله هذا المعرض لاقى نجاح جدا كبير وفي مجموعه من الفنانين العمانيين جدا ممتازين. هل لك ان تعطينا بعض الاسماء المشاركه او ايضا المجالات التي شاركتم بها في هذا المعرض؟ مجموعه من الفنانين كانوا مشاركين في هذا المعرض، منهم اسرائيل بلوشي وليث الشيدي ويحيى اليحمادي كذلك. والمعرض هو بإقامة فنانة أجنبية مقيمة في عمان اسمها أنيتا، هي اللي جمعت فينا وفي البداية وقدمتنا فكرة المعرض من البداية. وكذلك المعرض هو ملك لأحد الفنانين المقيمين في السلطنة لأكثر من 10 سنوات، والحمد لله بفضل الدعم اللي حصلناه من عنده قدرنا أن نظهر مهاراتنا في هذا الفن. نعم جميل. إذا ماذا عن محمود الزجالي؟ ما هي كانت مشاركته الخاصة في هذا المعرض؟ في هذا المعرض بالذات شاركت بعمل اشتغلت عليه السنة الماضية اسمه السيدة باللون الأصفر أو Lady in Yellow. هذا العمل يلمس موضوع كان نوعا ما حساس واللي هي الثورة التي صارت في السودان. العارضة اللي موجودة في العمل الفني هي مقيمة من السودان، وفي هذيك الفترة الثورة كانت في ذروتها، فهذه الصور اللي أنا شاركت فيها بالمعرض تعرض نفسية أو المراحل اللي مروا فيها الشعب السوداني أثناء الثورة. نعم، وأتوقع الصور اللي تتحدث عنها محمود هي التي تقع الآن خلفك في الشاشة، صحيح؟ بالضبط، ايوه هذه الصور اللي موجوده خلفي في الشاشه. جميل جميل جدا. اذا حدثنا ايضا محمود عن الفائده والاهميه التي تاتي بها مثل هذه المعارض التي تجمع عددا من الفنانين من مختلف المجالات لتبادل الافكار الابداعيه والخبرات. لطالما المعارض في سلطنه عمان كان لها طابع جدا ايجابي، خاصه لان الفنانين في ازدياد يوما ورا يوم. والحمد لله معرض مثل معرض تسلل قدم الفرصة أني أنا ألاقي شخصيا فنانين ما تصورت أنهم موجودين حتى في عمان. فأتمنى إن شاء الله في المستقبل القريب نلقي دعم أكبر من المؤسسات الحكومية وحتى المؤسسات الخاصة علشان نستضيف هذا النوع من المعارض ونعرف الناس على القدرات والمواهب اللي موجودة عندنا في السلطنة خاصة مع الشباب العمانيين. جميل. ما هي المدة الزمنية لهذا المعرض وكيف كان تجاوب الزوار أيضا مع الأعمال الفنية التي عرضت؟ الحمد لله التجاوب كان جدا إيجابي ولقينا حضور جدا كبير من الناس خاصة في الأسبوع الأول من المعرض، وإن شاء الله فترة المعرض راح تكون لنهاية هذا الشهر، وبإذن الله التواقيت راح تكون من الساعة 10 صباح لساعة 6 بالمساء في مجمع جوهرة الشاطئ في القرم. جميل، احنا نتمنى لكم كل التوفيق انت وايضا المشاركين الاخرين من الفنانين من مختلف المجالات لايضا يجسدوا هذا المفهوم مثل ما تفضلت قبل قليل. كل الشكر لك محمود بن محمد الزجالي، مصور فوتوغرافي مشارك في معرض تسلسل، يعطيكم العافية. إذا مشاهدينا نحن لازلنا متواصلين معكم في هذه الأمسية الطيبة من هذا البرنامج، لذا بعد الفاصل نتواصل، تابعونا.